قرب قرب قرب، ايس كريم، اللي عايز ايس كريم يلا قرب. انا عايزه. اتفضلي، عايزه ايه؟ دي كام؟ دي ب 10. طب دي كام؟ 15. الله، طب دي كام؟ دي برضو ب 15. الله، دي جميله قوي الشوكوبون. دي ب 20 واحده. طيب ينفع عشان انا معيش فلوس، ينفع اخد واحده كده؟ لا ما ينفعش، لازم تجيبي الفلوس بعد كده تعالي تاخدي الايس كريم. يلا ما تعطليناش بقى عشان نبيع. استني بس، ينفع بس اجيب لك هديه؟ هديه ماشي، ممكن اخد هديه واديك واحد ايس كريم. طيب استني، يلا قرب قرب، اللي عايز ايس كريم قرب قرب. ايه ده؟ لا كلب، لا لا بخاف الكلاب، لا ماشي عني ماشي عني ماشي عني ماشي، يلا ماشي يلا قرب. ابعدي عني من الكلب ده. جاتلي فكرة، انا هضحك على بتاعة الايس كريم وهاخد منها كل الايس كريم. انا عامل الفكرة اللي انا هستخبى في المكان دوت وهطلع الكلب يقول هاو 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 عليها، وبعد كده هي طبعا بتخاف من الكلاب فهي هتجري صح، بعد كده انا هطلع واخد كل الايس كريم وانزل تاني واقعد اكلهم وهي طبعا مش هتلاقيني وبس كده. محدش يقولها على مكاني يا اصحابي، انا هخون فيها كلب اهو. هو 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 هو. يلا اللي عايز ايس كريم ايس كريم، وعندنا بالشوكولاته وشيكابوم. يلا اللي عايز ايس كريم. كلب 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 كلب. شطور يا كلب، نجحت الخطه. اما اخد الايس كريم اللي انا بحبه. يلا بسرعه، يلا تعالى يا كلب. الكلب مشى، الحمد لله الكلب مشى. ايه ده؟ فين الايس كريم بتاعي؟ فين الايس كريم بتاعي؟ ايه ده؟ في صوت كلب تاني. ايه ده؟ هو انتي؟ طب تعالي بقى، انتي اللي تضحكي عليا، انتي دخلتي الايس كريم. كنت من فيديو اصحابي، طب الناس عملها اول حلقه يعملها لايك دلوقتي، ولسه ما اشتركش قناة ألعاب حبيبة للأطفال ينزل دلوقتي واشترك فيها. يلا يا حبيبة ذاكري درس العربي اللي عليكي. حاضر يا ماما. بصوا يا أصحابي، أول كده بصوا ألف. بصوا يا أصحابي، النهاردة أول درس لينا العربي، ويلا قولي ورايا. ألف فتحة إيه؟ أسد. ألف ضمة أو أذن. ألف كسرة إيه؟ إبرة. ألف سكون. ألف سكون. رأس. يلا رأس رأس رأس. عيد تاني. ألف فتح أسد. ألف ضمة أذن. ألف كسرة إبرة. ألف سكون رأس 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 رأس. طب يلا على ميعاد الدرس. حاضر يا ماما. باي باي يا أصحابي، رايحة الدرس.